Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. ما تفهموا الموسيقيين. يمكن نختصر لا حاجة لا إنجليزي ولا عربي. كيف؟ فعلا يعني الحديث بين الآلات أفضل من الحديث بين اللسان. يعني ما محتاجة مترجم يعني. أكيد. تتكلم أكثر بعد عندك معلومات أكيد أكثر عليها تحب تضيفها؟ أنا حابب طبعاً يعني كنت حابب صراحة أشرح لل ما أعرف إذا في راسي خليني أوقف وأشرح أوكي يسمح لي هي من الآلات الوترية أول شيء الهارب من الآلات الوترية طبعاً هي تصنع من الخشب وفي أنواع معينة من الخشب تصنع فيها مثل الباقي الآلات الخشبية يعني على حسب نوع جودة الآلة ميزة الهارب طبعاً أنه يمتلك عدة سلالم مثل البيانو يعني هسه أنا بعد شوية رح نشرح أيضاً الاختلاف شوية بين القانون والهارب لأنه القانون أيضاً عدة سلالم فيه فالأكتاف عفوا القيثارة فيها ما أعرف شلون أوقف على مود الكاميرا عن المشكلة القيثارة فيها ست أكتافات ست سلالم يعني عندك مدى صوتي واسع مثل البيانو البيانو ستة أو سبع أكتافات هذا أيضا يعني من الدو للدو من الدو للدو من الدو للدو من الدو للدو يعني هاي كل يعني عندها إمكانية أنه تتحرك بيها و 74 the strings 47 أوكي أوكي يا ما 47 يعني 47 47 وتر صعب تعلمها صعب تعلمها يعني أنا ما أظن أي آلة تكون في نظري أنا كموسيقي أي آلة تكون مطلقة الأوتار سهلة التعلم سهلة التعلم هي شنو مشكلتها بالثقل مالتها في شغلة ثانية أنه اختلاف الـ يعني كيف تغيرين التون مثلا البيانو عندنا في البادلز وفي البوالة البيض وفي الأسود اللي هو من تغيرين من تون لتون تتغيرين على الأسود مثلا هيك حسهلها أكثر للمشاهد في عندنا هنا بادل مثل هي أيضا تستخدم بادل بالضبط can you show me how to change this يعني حركة إيد ورجل عندها six or seven paddles seven paddles exactly seven يعني من الدو للدو كل وتر تقدر يعني تغير الصوت مالته فهذا والله يا أستاذ فرات شغلة ترى مو سهلة أي شغلة شغلة تقولي سهلة no it's not easy لكن تتفق وياي أنا يعني حد الآن على الاطلاع البسيط لكن كل عازفات نساء ما شفت في اليوم رجل يعزف هارب هي أجمل للنساء رغم أنه أصل الآلة طبعا أصل الآلة إجا من قوس جوزن شارب نفس الشكل ديزاين من نفس أي يعني انخلقت آلة الهارب من القوس يعني لما جربوا انه في صوت ارتداد للصوت اي فزادوا ومن هنا بنت هذه الاسطوره هيك تقول على اله الهارب طبعا بالنسبه للقانون يعني حاعطي التشابه بيناتهم انه ايضا هو فقط الصندوق الصوتي مكتمل في القانون هنا صندوق مفتوح حتى تعزف من جهتين القانون طبعا نعزفها من جهة واحدة القانون ثلاث أكتافات هذا ست أكتافات هذا بعد مجال أكثر أي اللي تكلمنا عليها البوالة البيض والسودة اللي نغير منها من المقامات من النهاوند للحجاز من الصبا مقامات يعني تنقل بين انتقال المقامات احنا عندنا هنا العربة العربة هي بالقانون اللي نحول بها هنا مثل ما ذكرت الحضلات اللي هي تحول الأوتار أيضا طبعا أيضا يدوزن مثل في مثل هذا المفتاح عندها مفتاح ثاني هي الدوزن بي أيضا تسحب الوتر الوتر يدخل من هذه الجهة يمتد من ربط هنا ونفس الحالة
يدخل القانون من يعني اكو في التشابه اكو تشابه وان حتى بالصوت اختلف الشكل بالضبط بس حتى الشكل. الصوت ايضا في صوت تناسق. عميق يعني انا حسيته بعمق يعني راسا ذكرت البحر يعني اعطاني اي طن مثل موج البحر بعمق. طيب فعلا. احنا نشكرك الشكر الجزيل. اليوم اذا واحد من الاطفال يوم بيشوفنا وقال بابا عجبتني هاي الاله اي هاي مشكله مشكله طبعا هذه الاله تشتهر صناعتها يعني للاسف انه ما استقرت عندنا لا بالعراق ولا يعني المعهد الوحيد اللي يعني في حسب علمي في مصر تدرس الهارب فقط يعني هم متمسكين اكثر من هذه الناحيه طبعا احنا يعني انا خريج مدرسه الموسيقى والباليه ودرست ومع دراسات نغميه والاكاديميه ايضا درست بها ولا عندنا اي ما عندنا نهائيا الاوركسترا الوحيده في الوطن العربي التي يستخدم فيها آلة الهارب هي القاهرة مصر يعني ممنونين اي والله هم هم دائما نشوفهم دائما يعني مصريين اخواننا مصريين الحلو بهم متمسكين دائما بحضارتهم نعم. ما يخلو كلامهم من الانجازات بالحضارة الفرعونية ولهذا هم محافظين على هذا الشيء حضارتنا اللي سبقتهم بالآلة هذا الشيء وهي انتقلت بعد بينما احنا يعني احنا ما نأمل خيرا في المستقبل ان شاء الله نأمل طيب أي. بالنسبة للصناعة احسن مكانين يعني في ايطاليا في اوروبا في ايطاليا وفرنسا والآلة غالية كثير يعني أرخص آلة في 10,000 يورو يعني على 15,000 دولار يعني فالآلة مو بس أنه مشكلتها الثقل مشكلتها أنه الغلاء مكلفة بالضبط. طيب احنا نشكرك الشكر الجزيل على هذا التوضيح اليوم على آلة الهارب وشرح يعني نختم هذه الفقرة وياك اوكي الختام ها والحلقات الجاية راح تكون موجود ويانا وراح نتعرف على آلات أخرى إن شاء الله. طيب ايش راح تقدمنا اغنيه تراثيه؟ لا راح نسوي يعني انا حابب اعرف الناس ايضا انه هي الاله عزفت عربي وتعزف ويا الاوركسترا، بالمناسبه انه هذه الاله قلما نشاهدها انه تعزف انه لحالها كسولو يعني دائما تكون بمرافقه ضمن فرقة. بالضبط دائما وبالاوركسترات موجوده في اوروبا يعني فاحنا حبينا نتناسق مع يعني نعمل عراقي مصري ممكن لبناني يعني انا حفظتها من كل شيء وهي يعني شاطره الحمد لله بس هي مشكلتها انه ما معتمده بس على النوطه يعني تقرا النوطه بس يعني كان ويدو ام كلثوم اوكي هسه مصريه ولا شنو؟ اي راح نسوي قطعه مصريه مناسبه الحديث مناسبة يعني اول شيء نعايد اهلنا وشعبنا بالعراق وان شاء الله يعم الفرح بالعراق وتكون كل ايامنا فرح وسعاده ونقول لهم ميري كريسمس يعني عيد ميلاد مجيد سعيد وان شاء الله سنه ايضا سنه خير وان شاء الله يعني على اللي نشوفه بالعراق ان شاء الله يصير تحسن ان شاء الله كلنا نامل تفضل
تسلم لي. شكرا. يحتاج بعد كلام؟ يمكن الكلام ما له معنى بعد ولا هالمقطوعة هذه أم كلثوم؟ إيه أم كلثوم. تسلم لي أيادي. Thanks a lot for being with us. Thank you. It's nice to having you here. طبعا تقول لي هي عن نوتة لكن أنا شفتها هي كانت باوع أكثر على أي مو هي حفظت الهياء يعني صارنا فترة دا حفظ الهياء قلت لها عوفي النوتة مو أكو مقاطع يعني مثلا لازم نعيد هنا ما نعيد فوخرت النوتة قلت لها حفظيها أحسن أنت السيدي سمعي فولاد نشكرك الشكر الجزيل اليوم أكيد بموسيقاك ودوتو مع الهارب أضفت شيء لبرنامجنا نشكرك الشكر الجزيل شكرا أنا وسهلا إن شاء الله once again thanks a lot for being thank you so much lady thanks so والآن